وينضم إلينا من الضاحية الجنوبية ببيروت محمد فاضل موفد الغد. مرحبا بك محمد. إذن ليلة أخرى من ليالي الغارات العنيفة التي يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في بيروت، ما تفاصيل الساعات القليلة الماضية؟ نعم عمر، الغارات لم تتوقف منذ حوالي 3 ساعات، لكن طبعا كان هناك قصف لبعض المناطق في منطقة البراجنة وأيضا منطقة ليلك في الضاحية. كان هناك قصف لمنطقة أو شارع يسمى شارع دار الأيتام، قرب من قرب من محطة وقود دار الأيتام، وأيضا من قرب من شارع الميكانيكي، لكن الضربة الأعنف كانت قريبة جدا. يعني إن كنت ترى الصورة كانت ضربة قريبة جدا منا. هذه هي ربما نهاية مناطق الضاحية، يعني الحد الفاصل بينها وبين المناطق المحادية الضاحية الجنوبية. كان الانفجار قوي جدا، الضربة قوية جدا، ما تزال النيران مشتعلة حتى اللحظة. في البدء يعني كان لدينا شك بأن هناك ربما شيء في تلك المنطقة، لأن النيران بدأت تتصاعد وصوت يخرج من تلك الضربة، لكن عند يعني الرؤية الجيدة والتفحص يعني وصلنا إلى قناعة أو شبه قناعة بأن المنطقة التي ضربت ليس فيها اعتداء. لو كانت اعتداء لكانت الآن تتطاير نحونا، التطاير كان قليلا، وبالتالي قد تكون محطة كهرباء أو ربما خزانات للوقود أو للأكسجين أو ربما خزانات غاز موجودة في تلك المنطقة، لأن الحريق امتد على جانبي الضربة، والضربة أيضا كانت ربما بصواريخ تختلف ربما عن الصواريخ الأخرى التي ضربت، لأن هناك صواريخ ربما تضرب المنطقة وتبدأ أيضا بالانفلاقات داخل منطقة الانفجار أو المنطقة التي تضرب، وهذا ما جعل النيران مشتعلة حتى اللحظة. وسمعنا أصوات وبدأت هناك طبعا في بداية الضربة كان هناك تطاير لبعض النيران في الجو، لكن ليست بعيدة جدا. لو كانت صواريخ أو اعتداء لكانت تطايرت بشكل كبير. الأمر المقلق ربما هو أن إسرائيل بدأت تضرب ليس فقط عند الضاحية، بل عند حدود الضاحية والمناطق المقابلة لها. قبل قليل أخبرنا أحد الأشخاص بأن هذه المنطقة ربما 80% من أهاليها قد أخلوا وتركوا هذه المنطقة، وأن أحد الأشخاص يتواجد هناك، لكن فرق الإسعاف المدني لا تستطيع أن تصل إلى تلك المنطقة لأنها مهددة بأن تضرب أيضا من قبل القوات الإسرائيلية. القوات الإسرائيلية تعتبر الضاحية برمتها ساحة حرب مشروعة بالنسبة لها، وبالتالي هذه المساحة يعني أي شخص يتحرك فيها تعتقد بأنه تابع لحزب الله. وحتى لو كان الدفاع المدني، هم يقولون أن فرق الدفاع المدني هي تابعة لحزب الله التي تتحرك في تلك المنطقة، كما فعلوا قبل أيام في منطقة الباشورة عندما ضربوا الهيئة الصحية وقتلوا 6 أو 7 مسعفين ذهبوا شهداء في تلك الضربة. الآن النيران ما تزال تتصاعد في تلك المنطقة، يبدو أنه حريق هائل، حتى أن بعض المناطق ربما يعني نعم هناك حرائق في بعض المناطق. نرى بوضوح محمد ألسنة النيران تتصاعد والأدخنة تتصاعد، على ما يبدو بأن هذا الحريق إن لم يتدخل الدفاع المدني وأجهزته فلربما يمتد إلى يعني مناطق مجاورة. بالفعل سيمتد هذا الحريق إن لم تكن هناك تدخل للدفاع المدني. لكن كيف سيدخل الدفاع المدني؟ حتى وإن أراد الدخول إلى تلك المنطقة، وتحتاج طبعا هذا الحريق والانفجار يحتاج إلى فرق وليس فرقة فقط للدفاع المدني، إن دخلوا فإن الطريق الواصل إلى تلك المنطقة غير آمن، وربما لن يسيطروا على تلك المنطقة، بمعنى غير آمن محمد، إسرائيلي آخر يعني غير آمن بمعنى أنه قد يتعرض للقصف. نعم كذلك؟ القوات الإسرائيلية قالت بأن أي شخص القوات الإسرائيلية قالت بأن أي شخص يتحرك في الضاحية فهو تابع لحزب الله، هكذا ترى القوات الإسرائيلية، وهي تركز
الضبط على الحركة التي تأتي بعد عملية الاستهداف. الـ 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 الأمر المطمئن ربما بالنسبة لتلك المناطق أن طائرة الاستطلاع بدأت تعود مرة أخرى وبدأنا نسمع صوتها. عند وجود طائرة الاستطلاع قد يكون القصف يعني غير ممكن أو لا تخصف القوات الإسرائيلية غالبا عندما تكون هناك طائرة استطلاع. طبعا هذا ليس أمرا يعني محسوما، لكن على الأغلب عندما تختفي طائرة الاستطلاع أو تختفي صوتها نتوقع الضربة بشكل واضح، وفعلا تكون هناك ضربة. أما أن تضرب هذه المنطقة وهي قريبة جدا، يعني هي حتى قريبة من مناطق مختلطة، ليس فقط الضاحية، هناك مناطق مختلطة، هناك مطاعم كانت هنا، هناك ربما أسواق، ربما محطة بنزين، ربما يعني كما قلت ربما محطة كهرباء، لأن الحريق بدأ يأخذ في طور التصاعد، النيران ليس فقط الدخان، النيران تتصاعد في تلك المنطقة. مقارنة بالليلة الماضية، يعني كيف تبدو الأوضاع من جهة استهداف الضاحية بإغارات إسرائيلية؟ يعني كنا بالأمس نتابع مع الزملاء، يعني كانت ليلة من القصف العنيف جدا وربما غير المسبوق على الضاحية. كيف تبدو الليلة مقارنة بسابقاتها؟ عمرو، ربما اليوم عدد الضربات أقل، طبعا هي ليست قليلة، لا أقل من يوم أمس، لكن وقع الضربات اليوم أقوى. أن تستهدف هذه المنطقة وأن تشكل مساحة من الحرائق بشكل واسع، هذا أمر خطير كما قلت لك، لأنها ليست داخل قلب الضاحية، هي محاذية للمناطق الأخرى، ما يعني أن هذه المناطق القريبة، أنا يعني أقف على بعد أقل من 300 متر من منطقة الضربة والحريق. عند الضربة البناية التي نقف عنها عليها ارتجت بشكل واضح وكأنما الانفجار كان قربنا. هذا يعني أن المناطق القريبة التي نحن نتواجد فيها وهي مناطق مأهولة بالسكان، يعني لم تخلى، هذه أيضا ربما ستصبح هدفا للقصف الإسرائيلي. إن أخطأ صاروخ واحد أو ربما أرادت إسرائيل أن تعطي رسالة ربما بشكل أو بآخر ستضرب تلك المنطقة، وبالتالي هذه المنطقة أيضا ستصبح ساحة حرب وساحة مفتوحة. التركيز على هذه المناطق على ما يبدو أن إسرائيل تريد القول بأن هذه المنطقة لا يمكن العيش فيها، وبالتالي تقبلوا أن تكون هذه المنطقة منطقة حرائق، منطقة محروقة، منطقة ساحة حرب لا يمكن العودة إليها، لأن الكثير من أهالي الضاحية كانوا يعودون صباحا. بعد هذه الانفجارات لا نعرف إن كان هناك عودة لأهالي الضاحية صباحا أم أنهم سيفضلون عدم يعني الوصول لها. طيب أرجو أن تبقى معنا.